مش هنعيد ونزيد ونقول ان مصر هي اول دولة زراعية على مستوى العالم، واول دولة خلقت المجتمع الزراعي في الحضارة الحديثة. المصري ما بتقفش قصاده عقبات. المصري اي مشكلة بيقابلها بيعمل حاجة مهمة جدا، يبحث عن الطرق العلمية اللي ممكن يحل بها المشكلة. معانا احد الفلاحين المصريين اللي عمل انجاز اكتر من ممتاز، وانا ما بقولش كلمة ممتاز او بستخدمها هباء، لا، هتشوفوا على الطبيعة ايه التكنولوجيا اللي استخدمها وايه المحصول اللي هو بدأ يحصل عليه. حمد أمين محمد من قرية ميت محمود تبع مركز المنصورة، واحنا حضرتك هنا الوقت احنا في جمعية النور تبع زيان مركز بلقاس، جمعية إصلاح واستزراع الأراضي. أنا مجرد ما استلمنا الأرض من الجمعية في التسعينيات، الأرض طبعا فاضية من العناصر، فاضية من المادة العضوية، كان بيواجهنا مشاكل كتير في الأرض بالنسبة للملوحة، التربة فيها ملوحة، المياه فيها ملوحة، التربة فقيرة. فبدأنا الأول كنا زارعين خضار، بعد كده شجرت مانجا من 4 سنين، وبدأنا نشوف الطرق الحديثة ان احنا نطور في موضوع الري عشان نتغلب على الملوحة وعلى البيئتش العالي في التربة وعلى مشاكل النماتودة. فعملنا محطة رملية اللي حضرتك شايفها وراك دي محطة رملية، المية بتطلع من الطرمبة بتيجي تمر في المحطتين اللي هم ورا سعادتك دول، في جوه كل واحدة منهم ميديا اللي هي رمل جايبينه مستورد من اسرائيل، وفتحت منهم شمع بيمر على اساس ان لو في اي طحالب او اي شوائب جايه في الميه. حضرتك احنا بنروي ميه ترع، ففيها شوائب وفيها طحالب وفيها حاجات كتير بتيجي تتكتم للنقطات. فعملنا المحطة الرملية بتحوش الكلام ده كله، وبيال المحطة الرملية فلترين اللي هم اللي ورا حضرتك دول التانيين دول على اساس ما يعدوش اي شوائب دقيقة ولا حبيبات رمل ناعمة تكتم لنا النقطات. وبعد كده كان بفضل قدامنا مشكلة الملوحة، جبنا جهاز اللي هو بيعالج المية اللي هو بيعدي لي المية الممغنطة. فرق معانا كتير جدا صراحة في الأرض، كان في بعض شتلات مانجا بتموت، ما عادش في موت، خاصة في الأصناف الأجنبية. الأصناف اللي هي البلدية ما كانش فيها تأثير قوي، لكن الأصناف الأجنبية حساسة للملوحة فما عادش فيها موت، وبدأت حتى الشجرة اللي كانت بدأت تموت اشتغلت تاني. والأصناف المحلية اتحسنت كتير، سواء في حجم الورقة، طول الدور اللي جاي، شكل الورقة، لون الثمرة برضو اتحسن معانا كتير، حجم الثمرة برضو نزلت معانا البي اتش بتاع التربة، معناه ان كل العناصر النبات يقدر يمتصها، لأن البي اتش العالي حضرتك عارف ان هو مشاكله كتير، من ضمنها ان هو ما يخليش النبات يمتص العناصر الموجودة. ومصر اساسا دولة حضرتك عارف ان هي زراعية، وما احناش هنقوم الا على الزراعة، فان ما كناش احنا اللي نعمل الكلام ده ونعمل الشغل الصح لنا اولا ثم مردود لبلدنا، مين اللي هيعمله لنا؟ وحضرتك لما تنزل الجنينه هتشوف الشغل في الجنينه شكله ازاي، وهتقارن باي منطقه في ما استخدمتش التقنيات دي، وهتشوف برضه شكل دي ازاي وشكل دي ازاي، وده كله مردود علينا ثم على البلد. التحدي اللي بنواجهه النهارده هو في التعامل مع الصحراء، خاصة المنطقة المجاورة للطريق الدولي الساحلي. ده أرض رملية مفيش فيها أي نوع من المواد العضوية. الفلاح المصري ده جاي من الدلتا، الدلتا بما فيها من طبي النيل وبما فيها من عوامل عضوية كبيرة وبتساعد في الإنتاج وبتساعد في جودة المنتج. هو انتقل من، ودي خبرة المصريين وسر نجاح المصريين، انه لما بينتقل من بيئة الى بيئة بيتعامل معها. احنا السؤال بقى، تعاملت معها ازاي لما جيت هنا؟ ارض مختلفة عن الارض اللي كنت بتتعامل معها، ارض طينية مختلفة عن التربة اللي هناك، تعاملت معها ازاي؟ هو ده السؤال، التحدي اللي انت واجهته حليته ازاي عشان كلنا ناخد درس من ده. والله حضرتك انا الاول خالص خدت بخبرة الموجودين، يعني انا شفت الناس هنا بالطبيعة شغالة ازاي، بيتعاملوا مع الارض ازاي. بعد كده خدت تحاليل للتربة ورحت للمتخصصين وعملت تحاليل واستعنت بالمهندسين. احنا كفلاحين مصريين ان شاء الله ما بنعجزش،
ما بنعجزش عن في مشكلة نحلها. فرحت للمتخصصين، حللنا تربة، حللنا مية، شفنا مشاكل الملوحة وقدرنا نتعامل مع التربة بالطرق العلمية، وشفنا الملوحة تعاملنا معها برضو بالطرق العلمية. والناس اللي كانت شغالة هنا بطبيعتها الأول بالفطرة في جزء منه صح وجزء خطأ، خدنا بالصح منهم وكملنا احنا بالطرق العلمية اللي هي وصونا بها، سواء اللي قالوها في التحاليل او المهندسين الزراعيين قالوها لنا، لحد ما الحمد لله انت حضرتك واقف في الارض اهو وشايف المزرعة شكلها ايه وشايف الخير اللي موجود، ويعني بتهيألي الصورة بتبين كل حاجة.